جديدة، كل شيء تفيد بالبطولات وتفيد دفاع النفس أيضا. كالعادة القدم اليسار إيدنا فور، ساين هذا ثابت. تلعب أما باليسار أو باليمين، هي شنو؟ هي الخطف هالطريقة. أوكي، القدم اليسار طبعا فرج لنا شلون نلعب مستقيم، نفر كل جسم نبي نفس الحالة، أفر جسمي وخصي، أنا بتها بأول عضلتين. أوكي، أنا القدم اليسار أنا بتها، ترجع إيدي فور أضرب بإيد الأخ نفس الفرق. هسه حاول يصير سهل عليكم، عم تفهمونها راح أطبقها بريكات. بس وأنا أقدر ألعبها، أول شيء أقدر ألعبها العزلت، يعني أنا بسد ألعب ويا فايت، خاصة نصير بالبطولات ألعب ويا فايت، أشوف كيف انتباهها، واحد اثنين ممكن أقدر أطلع رجل بيها. أوكي، أو أشوف انتباهها أقدر أضرب قلع على فم المعدة. أوكي، هاي شغلة تفيد. عزلت المنطقة الثانية، إذا كان الخصم فاتح إيده أقدر على الأضلاع، هاي الضربة راح تصير قاضية، إذا كل وزن جسمي على الأضلاع هذا الخصم راح يوقع. عندهم بالدفاع عن النفس، مثل إذا شخص عرض أو فد شي أقدر أول عضلتين على الوجه، هم هذا الشي راح يأثر. هسه حنطبقها وياكم على الدرع. أقدم اليسار مثل ما اتفقنا، إيدي فور راح أفر ألبت أول عضلتين بهالطريقة، إيدي فوق ترجع فوق أفر رجلي تشد فيه روح. أهم شيء أنبتها بأول عضلتين بس.